بقول لك احنا عايزين يعني الاختيارات اللي يبقى في حاجه واضحه قدامنا، استراتيجيه ماشيين عليها، يبقى في 1 2 3 4 5، يعني في اهداف، في تارجت عايزين نحققه. لكن هو موضوع كبير، ما انا ما موضوع اعرفش كبير حد جدا. ما انا ما اعرفش حد عشان اشتغل. موضوع كبير جدا. طيب معايا الناقد الرياضي الاستاذ رضا سليم. اهلا بيك يا استاذ رضا. اهلا يا كابتن عبد الحميد، مسي عليك، مسي على كابتن عمرو الحميدي، ومنورنا دايما. كل سنه حضرتك طيب، ايه الاخبار؟ طمني. النادي الاهلي شباب، نادي شباب الاهلي دبي من الانديه اللي بدات تعد بشكل جيد للموسم الجديد. الحقيقه النادي اعلن الان من ساعتين عن عقد مؤتمر صحفي عالمي غدا في مقر النادي لتقديم المدرب الشيلي تيرا، مدرب الاتحاد السعودي السابق اللي تم التعاقد معاه بشكل مسبق، لكن هيتم الاعلان عن صفقه المدرب وايضا عن صفقات النادي للموسم الجديد. النادي السنه دي اتغير بشكل كبير عن المواسم الماضيه. انت عارف ان الموسم الماضي كان في دمج لنادي شباب الاهلي مع الاهلي مع الشباب مع نادي دبي. السنه دي بدات الصوره تتضح قليلا، لان بدات اداره النادي الجديده برئاسه سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المختوم انها تعمل في اتجاه تظبيط كل الالعاب، مش كره القدم فقط. النادي بدا يتحرك ويحط خطوط عريضه على مساله التعاقدات الجديده. يعني بالنسبه للمدرب اللعيبه الاجانب، هو طبعا يتعاقد مع الارجنتيني دياز قادم من دلافي الامريكي، تمام، ده من ضمن اللعيبه لاعب الوسط اللي يمكن ده بياكد ان سيرا شاف مباريات الفريق، وكان في مشكله فعلا في خط الوسط في نادي شباب الاهلي دبي. اعتقد ان اللاعب ده هيحل المشكله دي في الموسم الجديد، بجانب البرازيلي دوفانور، وده من اللعيبه المميزين جدا الهدافين الممتازين، لكن ما زال هناك اكثر من مكان، هناك مكانين فاضيين في قائمه شباب الاهلي دبي، اللاعب الاسيوي ولاعب كمان، وده اللي شغال عليه النادي حاليا. هناك ترددات كثيره بان اكثر من لاعب قائمه الانتظار او قائمه المفاوضات، منهم احمد النيجيري، احمد موسى مهاجم منتخب نيجيريا. على مستوى التعاقدات المحليه، ده اللاعب عمل مباريات كويسه قوي في كاس العالم. فعلا هو قدم مستوى كويس جدا وجذب الانتباه، وفعلا شباب اداره النادي بدات تدخل، دخلت معاه في مفاوضات جاده لانتقاله على حتى على سبيل الاعاره في الموسم. على مستوى الصفقات المحليه، اعتقد ان عوده احمد خليل مهاجم الفريق السابق اللي خد تجربه في الجزيره والعين احد المكاسب الكبيره للنادي في الموسم الجديد. احمد معروف ان هو مهاجم منتخب الامارات ولاعب مميز، وقدم مستويات كبيره جدا مميزه في الفتره اللي فاتت مع المنتخب، سواء منتخب الشباب او الاولمبي او المنتخب الدولي. في نفس الوقت هناك صفقات اخرى على المستوى المحلي، وتجديد للعيبه، اللعيبه كل اللعيبه اللي هم عقودهم انتهت تم التجديد لهم. اعتقد ان يعني نقدر نقول ان الاهلي بياخذ خطوات، شباب الاهلي بياخذ خطوات ثابته لاستعداد الموسم الجديد. الموسم الجديد هيبدا رسمي تجمع يوم الثلاثاء المقبل، على اعتبار ان ده اول تجمع. انت عارف التجمع الاول دايما بيبقى فيه فحص طبي ولياقه والكلام ده، لكن هو هيخرج على معسكر في كان محدد له في ايطاليا، يمكن تم تغييره الان الى اسبانيا بطلب من المدرب يوم 17 شهر ده. يعني الفريق هيبدا رسمي يوم الثلاثاء الجاي اولى الثلاثاء. ده يعني الاستعدادات اللي حضرتك بتقول عليها دي استعدادات نادي عايز ياخد كل البطولات. اعتقد ان الاهلي هو اهلي في دايره البطولات طول عمره. يعني شباب الاهلي دبي من افضل الفرق الاماراتيه اللي لها، يمكن احنا شفناه وصل نهائي دوري ابطال اسيا، فريق بيقدم لسنوات طويله، خد كل البطولات في موسم واحد. دايما شباب الاهلي في الامارات في دايره البطوله. ما خدش البطوله يبقى وصيف، يبقى ينافس على كاس رئيس الدوله، ينافس على كاس دوري المحترفين، ممكن على الدوري نفسه. يعني اعتقد ان هو الاهلي في حد ذاته، اسم الاهلي في كل مكان بيتردد دايما على القمه. والله يا كلامك صح يا رضا، يعني شكرا جدا على كل هذه التوضيحات استاذ رضا سليم الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. كل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لنادي شباب اهلي دبي وكل التوفيق للكره الاماراتيه بشكل عام. شكرا جدا على هذه المداخله.